معنا هاتفيا من اسطنبول الباحث السياسي سيد نبيل بكاري. مرحبا بك يا استاذ نبيل. اذا وزير الخارجيه اليمني اكد ان اتفاق ستوكهولم غير قابله لاعاده التفاوض بعد محاولات التنصل المستمره من الحوثيين عن بنود الاتفاق. اين الضامن لتنفيذ ميليشيا الحوثي التزاماتها؟ ليس هناك ضمانات لما هنالك جهود أممية تحاول الدفع باتجاه تجاوز كثير من العقبات في طريق ما يسمى بمشاورات السويد التي عقدت في الأشهر الماضية. لكن كضمانات حقيقية ليس هناك ضمانات تؤكد التزام هذه الأطراف بما تم الاتفاق عليه. لذلك صيغة الفشل هي أقرب إلى صيغة النجاح في هذه الملفات المطروحة للنقاش، سواء ما تعلق منها بوقف إطلاق النار في الحديدة أو ما تعلق منها أيضا بمسألة المعتقلين والمخفيين قسريا وهذه الملفات التي يحملها المبعوث الدولي جريفيث في عمان. نعم، أيضا مجلس الأمن وافق على إرسال 75 مبعوثا دوليا إلى اليمن. إلى أي مدى يمكن أن يساعد المراقبون الدوليون في إنجاح محاولة الحل السياسي في البلاد؟ المشكلة تكمن أنه بعثة المراقبين الدولية الجديدة المصادق عليها اليوم في قرار أممي هي تتعلق فقط بجزئية الحديدة. نعم. وتبدأ وتنتهي هذه المهمة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحديدة، لكن الأزمة هي أعمق بكثير من مسألة الحديدة ومسألة وقف إطلاق النار ومسألة البعث عن المساعدات الإنسانية أو حتى من الملف ما يسمى بملف المعتقلين والمخفيين قسريا. الأزمة في اليمن عميقة جدا، هي أزمة شرعية وانقلاب، وتجاوز هذا التوصيف إلى الحديث عن إمكانية الاتفاق والالتقاء بين الشرعية والانقلاب تحت أي صيغة كان، أنا باعتقادي فيها كثير من المبالغات التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح. طيب، ما سبب وراء استمرار ميليشيا الحوثي بعرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد؟ ما تفسيرك لذلك؟ ليس هناك تفسير سوى التفسير المعتاد، أنها جماعة تدعي حقا إلهيا في الحكم وترى أن أي اتفاق سياسي هو نوع من اعترافها بهذا الواقع وعدم إيمانها بنظريتها الكهنوتية التي تؤمن بها. لكن في حقيقة الأمر أيضا أنا باعتقادي أي اتفاق سياسي هو يخدم هذه الجماعة أكثر مما يخدم الحكم الشرعية ويخدم السلام في اليمن. الاجتماع أيضا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في العاصمة الأردنية عمان، هل يمكن أن تختلف مخرجاته عن سابقاته؟ طبعا الاتفاق في أو الالتقاء أو الاجتماع في عمان هو لتنفيذ ما تعلق بملف المختفين قسريا والأسرى أو ما يسمى بالأسرى، ولأنه حصلت الكثير من العقبات والعراقيل التي أدت إلى تأجيل هذا الملف وعدم تحقيق أي نجاح يذكر في هذا الملف، مما دفع بالمبعوث الدولي للالتقاء إلى الحكومة الأردنية من أجل عقد هذا الاتفاق في الأردن، لعل وعسى ربما يخرجوا ببعض الاتفاقات فيما يتعلق بهذا الملف. أشكرك شكرا جزيلا. من اسطنبول الباحث السياسي سيد نبيل البكاري.